نعود لمتابعة الحلقة مع دكتور شانتال سركيس. قبل ما ننقل على المواضيع التانية بس بدي أختم بالشق الانتخابي من خلال أخذ رأيك بما عنوان تعليق اليوم معاشات الأخبار عن مفاوضات لتقاسم المقاعد النيابية. بتقول أنه كل اللي عم يصير هلأ هو مش للتوصل لقانون بقدر ما هي لتقاسم المقاعد قبل القانون، وتشير لملاحظات جوهرية ما تزال عند القوات كفيلة بنسف المشروع التأهيل اللي تقدم فيه الوزير جبران باسيل. اولا، بعده مشروع الوزير جبران باسيل على قيد الحياة؟ ايه، بعده كل الاقتراحات بعده على قيد الحياة. عم بتزيد، يعني عم بيكون عندنا كل يوم اقتراح جديد. ما في شيء ميت عن جد. نعم. لا المختلط ميت ولا التأهيلي عطانا عمره. بعدنا بإطار الطاولة مفتوحة على كل شيء. شو ملاحظاتكم على مشروع الوزير جبران؟ هلا بدي اسأل جريدة الأخبار لأنه هن شوي على طول. أنا بقول لك بحبوا، عرفتهم شفتهم بحبوا يضخموا على طول يعني. نعم. ملاحظاتنا، وصار لهم حوالي كمان يعني نوع من الأسبوع الإعلام عم بيجري بيقول وكأنه إذا المشروع التأهيلي سوف يسقط هو بسبب ملاحظات القوات. هذا شيء عاري عن الصحة. نحن عندنا ملاحظات عم بيتم معالجتها. نحن والتيار عم نجرب نلاقي حلول تقنية لها، بس هي منا يعني ملاحظات قابلة انها تقتل هذا المشروع. خلينا نشوف قبل اذا في عن جد موافقة جدية من قبل حزب الله، من قبل حركة أمل على هذا المشروع قبل ما انه يوجهوا سهام الاتهامات على القوات اللبنانية. كمان الدكتور كرم بيقول بحسب الأخبار أنه هنالك صيغة انتخابية طرحناها على التيار الوطني الحر متطورة جدا، ولكن منا للتداول بالإعلام كي لا يصوب عليها وتبحث بالدوائر الضيقة لكي نطورها. يعني كل فريق اللي عنده صيغة مخبية وعم يشتغل عليها. هلا نحن ولا مرة شو ما كان صيغة القوات؟ ولا مرة ما كان عندنا صيغ. نحن يعني من الأول كنا عم نكون خلينا نقول خلاقين بالموضوع، عم نجرب. نعم. نقوم بمبادرات. الصيغة هي متحفظ هلا على ذكرى لأنه ما بدنا كمان يتم مقتلة، فأكيد عم نشتغل على شيء بإطار خلينا نقول تأهيلي بهيدا المنطق وتنشوف لوين بنفس المناخ فيها. يعني نفس المناخ. رئيس بري كمان عنده صيغة على عم يشتغل عليها، بيقول للجمهورية الصيغة اللي عم يشتغل عليها لكي لا نعود كل 4 سنوات للتفتيش على قانون، يعني بتكون هي وانس اند فور اول مثل ما بيقولوا. لازم هيك يصير. بيقول الرئيس بري انا اول ناس ضد التمديد، ولكن اذا جبرونا فسنتجرع سم التمديد لكي لا نقع في الفراغ. قديش بتحط نسبه مئويه للتمديد؟ اوف، سؤال صعب. ما بدي احط ولا نسبه لانه بدنا نضلنا متفائلين انه ما يكون في تمديد ولا في 60 ولا في فراغ. خلينا نكون متفائلين. بس انا يعني مع الرئيس بري بالطرح اللي عم بقوله، لازم يكون قانون الانتخابي لفترة طويلة ومش كل سنتين ثلاثة نرجع نغيره بالفعل. بس كمان نفس الوقت بدنا نسرع بالموضوع، يعني يا ريت الرئيس بري اقتراحه بيبصر النور قريبا لأنه ما بقى في وقت، يعني ما بدنا يصير في تضييع وقت وآخر شيء نرجع نروح مكرهين على موضوع التمديد أو فراغ أو الستين. فمشان هيك إن شاء الله تكون الاقتراح تبعه ينحط على الطاولة بشكل كتير سريع. إلى موضوع آخر، بالفترة الماضية الجنوب بتصدر الاهتمامات، يمكن كل الأيام تصدرها من الناحية الأمنية، إنما امبارح من الناحية الرياضية. خلينا نشوف سوا صورة أبرزتها اليوم جريدة النهار على الصفحة الأولى لسيغريد كاغ الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لدى مشاركتها بماراثون صيدا. صورة لأحمد منتش. إذا بدنا نروح أبعد من الرياضة، سيغريد كاغ أي رسالة أرادت أنه توصلها بمشاركتها بماراثون بالجنوب يلي شهد قبل كم يوم عرادة قام بها حزب الله إعلاميا؟ بحكم علاقتي السابقة فيها لمدام كاغ، لأنه أنا كنت مستشارة سياسية لها، أول شيء بحييها. وهي أصلا ما في ولا ماراثون بلبنان ما كانت عم بتشارك فيه، وكانت بس كمان مش لأنه غير أنه حبها للرياضة، بس كمان كانت على طول عم تبعت رسائل سياسية من وراء مشاركتها بكل النشاطات الرياضية. يعني بذكر أول ما وصلت على لبنان وكان بعدها الجو بطرابلس ما كتير مرتاح، شاركت كمان بماراثون بطرابلس. وطبيعي أنها تكون موجودة برأيي بصيدا، خاصة بعد العرادة
خلينا نقول اللي صارت الأسبوع الماضي على الحدود، فهي يعني من الحريصين على إبقاء خلينا نقول الحدود آمنة وسالمة وما يصير في نزاع بين لبنان وإسرائيل. هذا دورة بالتحديد من خلال 17-01 وهي عم بتمثل أمين عام الأمم المتحدة بلبنان لتجرب قد ما فيها تمنع اندلاع النزاع عن أول وجديد. بتقديرك طويت صفحة هذه العرادة؟ انتهت يعني أم بعد ممكن يكون لها ترددات؟ صراحة نحن عم نتفاجأ خلال الفترة يعني الأخيرة بأكثر من عرادة، يعني صار في عرادة داخلية لحزب الله إذا بتتذكري بالضاحية نعم. وتقصة المخدرات، كمان صار عنا عرادة تانية على الحدود. هذا الموضوع مفاجئ، وأنه بوقت يلي الأنظار يعني عم بتكون الدولية مسلطة على حزب الله، نشوف شو عم يصير هلأ بأمريكا أو حتى نعم. يعني السياسة الخارجية الأمريكية تجاه سوريا وتجاه إيران، ما بعرف قديش هالعرادة بتفيد شو بده كان يقول حزب الله من خلالها لمن؟ ما بعرف إذا الرسالة هي أصلاً من قبل حزب الله للخارج أو من قبل إيران للخارج، لأنه ليس كمان للداخل كمان يعني ما بنعرف إذا كمان كانت في رسائل للداخل، بس برأيي بظل التطورات الإقليمية يمكن والشيء اللي عم بيصير بسوريا واحتمالات يعني التغيير بسوريا، ما بعرف إذا حزب الله حاب يرجع يذكر اللبنانيين وخلينا نقول العرب بمشروعيته لمقاومة إسرائيل، مشان هيك رجع على الحدود بالوقت اللي كان هو منغمس بالدم السوري، عم نرجع يشوف يعمل تحويل أنظار نعم. على الحدود. إن شاء الله هيدي العرادة يعني ما توصلنا لشيء ما حدا من اللبنانيين يعني حاب يوصل له. بيقول محمد شقير اليوم بالحياة إنه الرئيس الحريري يلي تاني يوم هذه العرادة أيضا يعني قام بجولة بالجنوب، تحرك الرئيس الحريري اهتمت فيه سفرات الدول الأجنبية والعربية المعتمدين لدى لبنان يلي تعاملوا معه كما تقول مصادر غربية على أنها رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن لا عودة إلى تفلت السلاح في هذه المنطقة المحمية من أعلى مرجعية دولية. أخذت على عاتقها تطبيق القرار الدولي 17-01. رسالة إلى من يعنيهم الأمر كمان، إلى الداخل أم إلى الخارج؟ رسالة إلى الداخل وإلى الخارج. إلى الداخل يعني إلى حزب الله أنه في دولة لبنانية كيف تقريش هالرسالة؟ هي نوع يعني حتى نقول أنه في الدولة موجودة نعم. والدولة متمثلة برئيس الحكومة برئيس الجمهورية أو بالجيش، لأنه كمان منشوف تشكيلة الوفد يلي طلع مع الرئيس الحريري نعم. على النقورة قائد الجيش ووزير الدفاع. يعني فينا نقول كمان العهد كان مواكب ورئيس الجمهورية مواكب لهيدي الزيارة حتى يقول أنه الدولة اللبنانية والمؤسسات هي عندها الكلمة الفصل خلينا نقول بالحرب والسلم. وأكيد كمان رسالة إلى الخارج أنه كمان نحن الدولة يجب الفصل كمان بين الحكومة وما يقوم به حزب الله، لأنه لا سمح الله إذا بده يصير في أي عملية إسرائيلية بلبنان يجب التمييز بين يعني العمليات العسكرية لحزب الله والحكومة اللبنانية نعم. ما تتم معاقبة يعني كل الشعب اللبناني وكل الحكومة اللبنانية، لأنه هذا الشيء كتير خطير وإن نعم. شاء الله ما نوصل لهذه المرحلة. نعم، ولكن دكتور سركيس يعني بكل شغلة بلبنان في عنا القراءتين، كمان حزب الله بمحل معين يمكن عم بقوم بهالعرادة متكلا على موقف الرئيس عون، يعني اعتبرت حضرتك انه هالأمر قد يكون موجه ضد العهد، ولكن هو ينطلق من موقف العهد للسير بما يقوم به بانه سلاح المقاومة ضروري ووحده اللي بيقدر يوقف بوجه اسرائيل. ساعتها بيصير من قبل الجيش اللبناني، يعني ما بيصير من قبل عناصر من حزب الله. وكمان نعم. خلينا نشوف قد الموضوع رح بتقرير بيطلع عن 17-01 عن مجلس الامن، بدنا نشوف كمان قديش نحن بدنا نكون خارقين لها 17-01 يعني بهذه العراده اللي صارت، قديش نحن عم نعمل نوع خلينا نقول من اللي عم نعطي الحجج لإسرائيل. هي أصلا مش بحاجة لحجج حتى تعتدي على نعم. لبنان، بس إنه وين خلينا نقول المنطق وين حماية الدولة اللبنانية وين حماية الناس من هالعرضة اللي صارت. يعني هون بنرجع لنقول إنه المشكلة من الأول للآخر هي بقرار الحرب والسلم أكيد. بيد من سيكون هذا القرار بالفعل. نبيل هيثم بالجمهورية بيقول إنه حزب الله ردا على جولة الرئيس الحريري اعتبر إنه ما بتعني أنه غير موجهة ضده أو تستفزه، خصوصا أنها موجهة إلى المجتمع
الدولة، وبشوف الحزب أنه من حق رئيس الحكومة لبل من واجبه أن يزور الجنوب ويطلع على حاجات الجنوب، ولا اعتراض عند أحد على زيارة رئيس حكومة لبنان لمنطقة لبنانية. اي طبيعي انه يكون يعني ردهم بهذه الطريقه، وهن شاركوا كمان بالغداء اللي نعم. صار نعم. بمدينه صور، لانه شو حلو يعترضوا على الزياره، يعني كمان بيكون شيء صار فائع. وخلينا نقول يمكن خلينا نحط كمان هيدي العراضه الداخليه او العراضه الخارجيه، ما بعرف ليش حابين، انا حابه اخذها بالمنحى انه في هفوه او في تخبط عند قيادة حزب الله حتى عملت هذا العمل. ومبارح سمعنا يعني احد الاعلاميين المقربين من حزب الله حتى عم بيقول انه العراضه الداخليه هي خطا صار وهن اعترفوا فيه، فان شاء الله كمان العراضه الخارجيه ما يكون لها ابعاد اكبر من لبنان ومرتبطه بالسياسه الخارجيه لايران، وتضل محصوره باطار انه خلينا نقول عرض عضلات مش اكثر ولا اقل، رغم انه توقيته غير مناسب. ما بتشوف انه كمان في منا هدف القول انه بالحزب في الجناحين، يعني العسكري ما حدا بيقدر يتحكم ب مسار الامور عنده، والسياسي بيشارك بكل شيء بيتعلق بالدوله. هلا هيدي بتناسب قيادة حزب الله على طول، بتناسبه، بس المجتمع الدولي ما عم ينظر له كمان بهذا الشكل. بلا، مش كل المجتمع الدولي، خلينا نقول يمكن الاوروبيين اكثر كان عندهم هيدي النظره لما ميزوا بين الجناح العسكري لحزب الله والجناح نعم. السياسي، خاصه بموضوع العقوبات. بس الامريكان وهلا يعني مع العقوبات اللي بدها تطلع برايي ما بقى في تمييز لا بالجناح العسكري ولا بالسياسي ولا حتى من العناصر المباشرين لحزب الله او بالموالين له. يعني هلا الموضوع رايحين على تشدد اكثر، بيتطلب ضبط للنفس اكثر ومراعاه للوضعيه الداخليه اللبنانيه. العماد عون يقول لا ملاذ للارهاب باي منطقه لبنانيه، هل موقف للرئيس عون وعفوا للعماد عون قائد الجيش؟ عنونت عليه مانشيت اليوم الانوار لتشير الى مواصله الجهات المعنيه بمديريه المخابرات والقضاء تحقيقات مع الإرهابيين العشرة اللي أوافهم الجيش بعمليتهم النوعية والخاطفة بجرود عرسال. يعني عند يعني القرار واحد بأنه ما في إرهاب ولا من أي نوع اللي كان ولا ملاذ له في لبنان. بالفعل احنا بنحييه للعماد عون على الخطوه اللي عملها، وهو مطلع جدا على الوضع بعرسال لانه هو كان يعني قائد اللواء فوق، فبيعرف كثير الوضعيه على الارض. ومؤخرا كمان سمعنا انه رح يكون في تحركات على الحدود، بفعل التحركات والتطورات اللي عم بتصير هلا بسوريا، يعني بنرجع بنحكي عن جديد بموضوع القلمون وغيره، فاكيد لازم يصير في اجراءات استباقيه خوفا من انه يرجعوا الارهابيين يفوتوا على الداخل اللبناني، فنحن بنشد نعم. على ايده ولازم ينعمل هذا الشيء. بعد الفاصل المواضيع الاخرى من الموازنه للاجراءات العقابيه الامريكيه، وصولا لما يجري بوزاره الشؤون الاجتماعيه بعد هالبريك.